طيب شيخنا، معيار الجمال ما مشروعية أن تتطلبه المرأة في زوجها؟ إذا كان ذلك بالقدر الذي يؤتدم بينهما ويديم العلاقة، يعني من حقها ويكفها، نعم، فلا حرج أن يكون زوجها جميلا، نعم، وأن ترفض لأنه ليس جميلا. والقضية في المعيار هنا في الرفض، من حقها ذلك. ابن الجوزي يقول: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما. صحيح، لأن ذلك قد يؤدي إلى الفرقة والنزاع إن لم يكن هناك خلق يغطي عليه. لأنه إذا كان دميث الخلق، حسن الخلق، حتى ولو كانت صورته غير جميلة، هذا بحسب إن ذلك سبحان الله يؤدي إلى محبة ويوضع له القبول بالناس. ومثل ذلك إذا كان صالحا، فإن الله قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيوجد الود والمحبة في النفوس. وأيضا الصور تتغير. صحيح، حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: لكن يتغيران معا فخلاص، ولو يعني. لكن قد يتفاوتان بذلك. يقول: لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم